نتكلم عن الوان الشانل المره اللي فاتت. قلنا ان احنا عندنا الوايرلس شانل، الشانل ما بين الترانسميتر والريسيفر الوايرلس، يعني ما فيش سلك بينهم ولكن السيجنال ماشيه في الهواء. عندنا two kinds of fading, two kinds of effects على الماجنيتيود، على قيمه الشانل، whether الماجنيتيود ولا الفيس. فعندنا الاول الباث لوس والشادوينج، ده بيأفكت الماجنيتيود. الباث لوس هو الاتينيويشن بتاع السيجنال في السبيس، وده بيبقى بروبورشنال لدي اوفر دي نود. دي نود هو النير فيلد ديستنس، وبعد كده دي الثانيه هي الديستنس بقى اللي بنقيس عليها الباث لوس. وحسب الانفايرمنت اللي احنا فيها نقدر نحط اكسبوننت للدي اوفر دي نود. ده بيجي بالقياس غالبا، حسب وممكن يختلف حسب الفريكونسي، لكن المهم ان هو بيبقى امبيريكال ونقدر نفيت الكيرفات لحاجات زي كده. وبعدين في لوج نورمال شادوينج، لو في حاجه في السكه بتشادو السيجنال الموديل بتاعها بيبقى لوج نورمال، بمعنى ان الباث لوس ان دي بيز هو الباث لوس اللي عند دي نود زائد الباث لوس العادي اللي هو اللي احنا اتكلمنا عنه زائد راندوم فاريبل زيرو مين جاوسيان راندوم فاريبل ان دي بي، والستاندرد ديفيشن بتاعه السيجما تاني بيعتمد على الانفايرمنت والقياس. وبعدين هنتكلم عن السمول سكيل فيدنج. وقلنا ان السمول سكيل فيدنج بيبقى جاي بسبب ان السيجنال بتيجي عند الريسيفر من كذا ريفلكتر، فالسيجنال بتتبعت من الترانسميتر تبقى ريفلكتد على كذا حاجه وتتجمع تاني عند، تتبعت من الترانسميتر تبقى ريفلكتد عند كذا حاجه وتتجمع تاني عند الريسيفر. فالسيجنالز هنا بتتجمع يا اما كونستركتيف يا اما ديستركتيف، وتعتمد على حاجات في السكه بتتحرك ولا لا، والترانسميتر والريسيفر نفسهم بيتحركوا ولا لا، والانفايرمنت شكلها ايه وهكذا، والفريكونسي طبعا بقت عليها وكل الكلام ده. ده كان اكزامبل ودي وايرلس شانل. طيب اتكلمنا عن التالي المره اللي فاتت، اتكلمنا عن الموفينج انتنا، ولقينا ان السيجنال فعلا بتتغير مع التايم، واتكلمنا عن الريفلكتنج وول، وصلنا ان المعادله بتاعه الريفلكتنج وول تهيألي كنا وصلنا انها حاجه عامله زي كده، ان الالكتريك فيلد بيساوي اسيرتن فاكتور. قلنا ان الفاكتور ده ما يهمناش قوي دلوقتي، بنعتبره هو المفروض يبقى فانكشن في الفيز وفي الفريكونسي وهكذا، بس احنا هنسيوم ان هو كونستنت، يعني مش عايزين ده فانكشن في الانتنا جينز والكلام ده. وبعدين اسنجل كوزاين يبقى السيجنال كده T minus V على C ناقص الفا كوزاين 2 باي اف T minus R على C على R على 2 اف T minus D minus R على C على 2 D minus R. ده ازاي؟ ده لو عندنا ترانسميتر هنا وفي حيطه هنا وفي ار اكس هنا، والمسافه دي ده بيبعت وده بيستقبل، فالمسافه دي هنعتبرها ار، والمسافه دي كلها 2 دي، اسف المسافه دي دي، المسافه دي دي. فهنلاقي بيجي عندنا هنا ده بس بنوري بيه المالتي باث، ان لما يكون في مالتي باث عند الريسيفر ايه اللي بيحصل. فدي فكره ان هيبقى عندي هنا لو بعت كوزاين بس من الترانسميتر هيجي لي اثنين كوزاينز مجموعين على بعض عند الريسيفر، واحده من الدايركت باث وواحده من الباث الثاني، ففي واحده منهم هتمشي اكتر من الثانيه، فده بيعمل فيز ديفرنس بين التو كوزاينز. فحسب الفيز ديفرنس ده هيتجمعوا كونستركتيفلي هيتجمعوا ديستركتيفلي. طبعا هنا تاني ده سمبل موديل، لان بنأسيوم ان الكوزاين بس اللي موجود، ولكن احنا عارفين من الفورير اناليسيز ان اي سيجنال ممكن ريبريزنتد باي سميشن اوف كوزاينز اند ساينز، صح؟ فهي دي الفكره. فهنا لو بصينا على التو كوزاينز دول هنلاقي ان الفيز ديفرنس بينهم قد ايه؟ عشان نحاول نشوف، احنا عارفين لو الفيز بينهم زيرو او 2 باي هيتجمعوا كونستركتفلي، صح؟ اي تو لان الكوزاين والكوزاين جمع، لكن لو الفيز ديفرنس بينهم odd multiple of pi هيتجمعوا destructively، هيبقى النيجاتيف عكس البوزيتيف بالظبط هيتجمعوا destructively. فعايزين نشوف
الفيز ديفرنس قد ايه؟ الفيز ديفرنس قد ايه هنا؟ ما تنسوش الماينس دي عشان الحيطه من اسيوم انها بتعمل فيز ديفرنس اوف باي، مش بالضروره بس الاسامبشن هنا كده يعني. ها فيز ديفرنس، الفيز ديفرنس بتاع دي ناقص الفيز ديفرنس بتاع دي، معلش قصدي اسف، الفيز بتاع دي ناقص الفيز بتاع دي، فالفيز بتاع دي 2 باي اف 2 دي ماينس ار على سي بلس باي عشان الماينس دي، اوكي ناقص 2 باي اف ار على سي، اوكي ممكن يبقى بلس يعني مش مشكله، دي ماينس ار، ماينس ار ماشي. وبعدين ده هيبقى بيساوي 4 باي اف على سي دي ماينس ار بلس باي. الفكره هنا ايه بس؟ ما عايزين نشوف لو الريسيفر ده اتحرك ديستانس قد ايه يحصل فيز ديفرنس اوف باي عن الفيز ديفرنس ده، بحيث ان هو لو كان كونستركتيف يبقى ديستركتيف، لو كان ديستركتيف يبقى كونستركتيف. اوكي؟ فده الفيز ديفرنس ده لو هو لو هو an odd multiple of pi يحصل destructive، لو هو an even multiple of pi يحصل constructive، فده يعتمد على r طبعا ودي يعني، بس يعني الدلتا r انا عايز اجيب الدلتا r تحوله من destructive لconstructive، فامتى ده يتجمع عليه pi؟ قيمته تتجمع عليها pi لما ال r تتغير بقد ايه؟ ده الفيز ديفرنس، اوكي؟ ده الفيز ديفرنس بين اثنين كوزاينز، ولو الفيز ديفرنس ده ايفن مالتيبل اوف باي التو كوزاينز هيتجمعوا كونستركتيفلي، صح؟ كوزاين 0 بلس كوزاين 2 باي هيتجمعوا كونستركتيفلي، اوكي؟ صح؟ ات سيرتن تايم انستنت، يعني مثبت التايم دلوقتي عند سيرتن تايم انستنت، مثبت التايم دي حاجه مهمه، انا مثبت التايم، فعند سيرتن تايم انستنت باخد الفيز اللي هو من غير تايم. طيب لو انا في مكان وبتجمع والفيز ديفرنس 2 باي فبتجمع كونستركتيفلي، اوكي اتحرك قد ايه علشان اتجمع ديستركتيفلي؟ لازم اتحرك اعمل فيز ديف، الحركه بتاعتي تعمل فيز ديفرنس قد ايه؟ باي، لو هي 2 باي تبقى 3 باي او باي، يعني اتحرك فلازم الدلتا ار بتاعتي تعمل لي 4 باي اف على سي دلتا ار دي تساوي باي، لو ده حصل هيحصل فيز ديفرنس باي، تمام؟ صح ولا لا؟ الايه؟ فين دي واحد دي؟ لا مفيش دي واحد ولا حاجة، ده أنا كنت بعلم عليها. دي؟ دي باي. ماشي. فلو الفيز ديفرنس هنا 30 يعني 2 باي، أتحرك دلتا ار قد إيه بحيث إن أنا الدلتا ار دي تؤدي الى فيز ديفرنس باي، اهو الحاجه اللي فيها ار هنا ده ثابت وده ثابت، ففاضل 2 باي 4 باي اف على سي، لان الار دي اتجمعت مع كل، اوكي فيبقى 4 باي اف على سي دلتا ار تساوي باي، يبقى الدلتا ار بتساوي الباي هتطير مع الباي هتساوي لامدا على 4، لان سي على اف بالويف لينث، فدي معناها ان انا في السيمبل بروبلم دي طبعا لو اتحركت لامدا على 4، لو اتحركت ربع الويف لينث بيحصل تغيير في السيجنال من كونستركتيف لديستركتيف، اوكي طبعا لما يكون بقى فيه ريفلكتورز كتيره وحاجات كده ما نقدرش نتكلم كده ديترمينستيكلي يعني، فساعتها بنقول لو اتحركنا حاجه ان ذا اوردر اوف ذا ويف لينث نصها ربعها ولا حاجه تبقى السيجنال قبل الحركه وبعد الحركه، او يعني في السبيس يعني في النقطه دي والنقطه دي uncorrelated، اوكي مفيش علاقه بين قيمه السيجنال هنا وقيمه السيجنال هنا، ممكن تبقى عاليه وهنا تبقى واطيه. فمثلا لما بيجوا يديزاينوا المالتيبل انتنز في الريسيفرز بيبقوا عايزين يبعدوا الانتنز عن بعض بمسافه لامدا على 2 مثلا كل انتنه والثانيه، عشان لو السيجنال ضعيف عند انتنه تبقى قويه عند الانتنه الثانيه، او يعني يبقى البروبابيلتي تاني هتبقى في الاخر probabilistic، البروبابيلتي ان السيجنال ضعيف عند الاثنين اقل بكتير لانها ضعيفه
عند واحده فيهم. لو هم قريبين قوي من بعض لو السيجنال ضعيفه عند انتنا هتبقى ضعيفه عند الانتنا الثانيه، وفي كورليشن عالي بين قيمه السيجنال عند احد الانتنز وقيمه السيجنال عند الانتنا الثانيه. لو بعدناهم عن بعض شويه الكورليشن ده يهمنا ما نبعدهمش عن بعض قوي عشان الموبايل ما يبقاش قد كده. يهمنا في الاخر ان الموبايل يكفي كذا انتنا لو هنعمل مالتيبل انتنز عند الموبايل يعني. فلو اللمده دي لو قدرنا نحط كذا انتنا كل واحده فيهم بعيد عن بعض لمده على اربعه يبقى في انكورليشن تقريبا بين كل السيجنال سترينث عند كل انتنا والثانيه. اوكي ونفس الحاجه في الترانسميتر بس البيس ستيشن ما عندهاش مشكله في في المسافه يعني نحط الانتنا بعيد عن بعض ولا لا مشكله في الموبايل. اوكي وده ده اكزامبل بسيط بيبين المالتي باث. تعالوا نشوف لو بقى الريسيفر ده بيتحرك. هنا انا كنت بقسم ان الريسيفر ثابت بس بقول لو حطيته هنا او حطيته هنا. اوكي فلقينا لو حركناها لمده على اربعه السيجنال لو كانت قويه هتبقى ضعيفه لو كانت ضعيفه هتبقى قويه. اوكي فالحركات الصغيره دي ممكن تاثر جامد على المالتي باث. لان لمدة على اربعه بكام يعني؟ لمدة على اربعه لو احنا عندنا سيجنال عند مثلا 700 ميجا حتى. اللمدة تبقى بكام؟ انت هتحسبها سي على اف. سي على اف. اف على سي صح؟ متر بير سكند لا سي على اف. تطلع كام؟ دي 700 في 10 اس 6 وتانية 3 في 10 اس 8 تطلع كام؟ 3 على 7 4.4 ماشي. ما هياش قليلة قوي يعني 40 سنتي. اوكي. ما هياش قليلة قوي لكن لو ده كبر هنلاقيها قلت شوية. اوكي. لو ده بقى 2.4 جيجا هتبقى 10 سنتي ولا حاجة فممكن يتحط كذا انتنة على الموبايل. لو انا بقى لو الموبايل بقى بيتحرك او الريسيفر بيتحرك ف عندي هنا 2 باي اف ولكن الار بتاعتي اللي هي كانت محطوطه هتبقى كام؟ يعني هبتدي تاني زي ما عملنا المره اللي فاتت لو تفتكروا في الموفينج ما كانش في حيطه كان سنجل باث لان السيجنال بتتغير فالار دي هتبقى ار نود بلس بي تي هسيوم انه بيتحرك ناحيه الحيطه دي. اوكي بيتحرك لليمين بسرعه في يونيفورم سبيد هتبقى الديستنس بتاعتي من الريسيف من الترانسميتر ار نود بلس في تي. اوكي هاي بالشكل ده هتبقى الاي الفا كوساين 2 باي اف تي 1 ناقص في على سي ناقص ار نود على سي ناقص ار نود على سي. اوكي انا فكيت بس الار اللي كانت في اللي فاتت بار نود بلس في تي وخدت الفي دي حطيتها جوه مع التي. اوكي؟ على ار نوت بلس في تي. وبعدين ناقص الفا تاني عشان الباي 2 باي اف في تي واحد بقى هنلاقيها ايه هنا؟ الديستنس هنا بيحصل لها ايه؟ من الناحيه الشمال الديستنس بتزيد من الناحيه اليمين بتقل الريفلكتد ويف بتمشي مسافه اقل عشان توصل للريسيفر فهنلاقي هنا 1 بلس في على سي ماينس ار نود على سي على 2 دي ماينس ار نود ناقص في دي دي لا دي ناقص 2 دي ماينس ار نود 2 دي ماينس ار نود ماينس في دي تاني هي نفس الاكسبريشن اللي فات فكيت الار بار نود بلس في تي وعوضت بيها هنا كانت الار ثابته كان الريسيفر واقف هنا بيتحرك في فرق خدوا بالكم بين انه واقف وان انا بقيس قيمه الديستنس بقيس فرق السيجنال هنا وهنا وبينه بيتحرك ليه بقى؟ ليه الفرق ده؟ بالظبط لان الفريكونسي بتتغير وانا ولو انا هنا وبعدين بشوف قيمه فرق قيمه السيجنال بين ريسيفر هنا وريسيفر هنا تو ديفرنت ريسيفرز ففي قيمة زي ما شفنا الفرق هناك لو عوضنا بالار بقيمة الار دي وقيمة الار دي ولكن لو الريسيفر بيتحرك هيلاقي فيه فرق في الفريكونسي كمان الدوبلر افكت ان انا ان انا ببقى لو انا غير في نفس المكانة يوصلني نفس الفريكونسي المبعوثة
اوكي لو مفيش حاجه ثانيه تتحرك يعني هيوصلني نفس الفريكونسي، لكن لو انا بتحرك فانا سرعه الضوء بتاثر على الفريكونسي المبعوثه. فهلاقي هنا ان الفريكونسي اللي وصلتني بدل ما هي اف بقت اف في 1 ناقص بي على سي. من ناحيه ومن الناحيه الثانيه اف في 1 بلس بي على سي. فده نقدر مثلا هسميه دي 1 دوبلر 1 وده دوبلر 2. ان انا بتحرك ان الريسيفر بيمشي فبيشوف فريكونسي مختلفه عن المبعوثه لانه لو انا ثابت في مكاني هيوصلني نفس السيجنال، انا وانا ابعد هيوصلني حاجه منه متاخره عن الثانيه فهتفرش او هتضم لو هي بتوصلني اسرع او ابطا ماشي، فالفريكونسي تختلف. وماثيماتيكلي ايه اللي بيحصل؟ ان انا لو بصيت على الكوساين ده هلاقي ان الاف هي الحاجه مضروبه في التي هي بقت اف في 1 ناقص بي على تي بدل ما هي اف بس، فالفريكونسي قلت شويه والناحيه الثانيه زادت، وده منطقي لانه انا هنا وماشي كده بشوف الحاجه ابطا فالفريكونسي تقل، ومن الناحيه الثانيه اشوفها اسرع فالفريكونسي تزيد. الدوبلر اسف مش هو كل ده اللي بنسميه دي 1، دي الفريكونسي، الدوبلر هو الفرق. فالدي 1 يعني هي كانت اف بلس دلتا اف، فالدي 1 هي ناقص اف دي على سي، ودي 2 هي بلس اف دي على سي. اوكي؟ ولو هو ده بس اللي في الشانل بنسمي الفرق بين دي 2 دي 1 هو الدوبلر سبريد. فانا باعت فريكونسي عند فريكونسي اف وصلتني في رينج اوف فريكونسيز، هنا طبعا تو فريكونسيز بس، لكن لو عندي بقى مالتيبل ترانسميترز ومالتيبل ريسيفر قصدي مالتيبل ريفلكتورز والحاجات عماله تتحرك غير الموبايل بس وحاجات كده، هلاقي ان الفريكونسي بتسبريد من دي 2 لدي 1 وسمي ده دوبلر سبريد. ولو بصينا هنا هنلاقي ان لو التايم اتغير ايه اللي هيحصل؟ لو تايم اتغير هنلاقي ان تاني دول يا اما هيتجمعوا كونستركتفلي او ديستركتفلي، فالتايم هنا هيؤدي الى تغيير ان السيجنال تتغير. يعني لو انا ماشي وفي حد ورايا ماشي فهيبقى في مكاني بعديها بشويه، هتبقى السيجنال اللي بيشوفها مختلفه عن اللي انا شفتها بسبب الحكايه دي. اوكي؟ يعني الشانل بتتغير مع التايم، دي الفكره. ده اللي انا عايز اقوله، قيمة الشانل هنا أو قيمة السيجنال اللي بشوفها بتتغير مع التايم، ما هياش ثابتة، مش زي الواير لاين أو زي ما أنا أكون ثابت ومفيش حاجة بتتحرك خالص ومفيش ريفليكشن ولا أي حاجة، قيمة السيجنال اللي هتوصلني هي، مفيش حاجة تخليها تتغير، لكن هنا قيمة السيجنال اللي هتوصلني هتتغير مع التايم لأنه الفيس ديفرنس أهو، ونفس الكلام اللي قلناه مع الإكزامبل اللي فات، لو التي دي اتغيرت بحتة صغيرة تؤدي إلى فرق فيس باي، يبقى سيجنال دلوقتي وسيجنال بعد بحته الصغيره دي بتخلي التو سيجنالز انكورليتد. يعني لو سيبنا من الحته دي الفرق بين الفيز ديفرنس بس ده مش دقيق اللي انا اكتبه ده، بس يعني عايز اوريه لكم بس ان الفيز ديفرنس 2 باي اف تي دي 2 ماينس دي اس، ده الفيز ديفرنس صح؟ ده الفيز ديفرنس اوكي؟ تقريبا يعني سيبنا من دول، انا ده مش دقيق يعني انا اهملت دول عشان ده حاجه ثابته يعني مش مهم، مش حاجه ثابته بس مش مهم اوكي؟ المهم انها حته من الفيز ديفرنس يعني ماشي؟ ولكن لو التي اتغيرت باوردر اوف 1 على 2 دي اس ايه اللي هيحصل؟ الفيز هيتحرك بقد ايه؟ ال الواحد على 2 ماشي هيتحرك هيتغير بباي اوكي هيتحرك بباي اوكي. فلما التايم بتتغير بحاجه دي مهمه جدا الحكايه دي، لما التايم بيتغير بحاجه اون ذا اوردر اوف 1 على 2 بقى دي اس حسب بقى الانفايرمنت ومش عارف ايه الحاجه دي تيجي بالقياسات او ممكن تيجي ستاتستيكلي كمان، لكن لما بتتغير بواحد على الاوردر اوف دي اس الشانلز تبقى انكور كمان شويه او يمكن المحاضره الجايه بنسمي دي الكوهيرنس تايم. وذين الحته دي بنعتبر الشانل ثابته تقريبا. ماشي؟ بعد التي دي بنعتبر الشانل اتغيرت. فحسب السرعه دي اس بتعتمد على السبيد.
اوكي هو هنا مفيش اف صح الاف في الدي 2 باي تي دي اس الاف في الدي تاني الفيز ديفرنس بين دي ودي مش دقيق انا بعمل دول انا بس عايز اوريكم اللي جايه منين في بعد كده نقدر نوريها ماثيماتيكلي بالكورليشن في الفريكوانسي وهكذا يعني في الاخر بتبقى بالقياس يعني ما هياش حتى الماث بتاعها ما هوش دقيق لان لازم نعمل ابروكسيميشنز كتير لان في الاخر في كام ريفلكتور هنا هنعملها ازاي يعني فما هياش سهل الري تريسنج انه يحاول يعرف بالظبط الريز جايه منين وكده ما هياش حاجه سهله خالص غالبا مش بتتعمل وبتتعمل حاجات ستاتستيكال فالفيز ديفرنس بين دي ودي لو عملت دول هي 2 باي الاف مع الفي على سي ده هو نفسه فال 2 باي اف في على سي بلس 2 باي اف في على سي فيعني 2 باي اف 2 باي تي دي اس ماشي فلو تي اتغيرت بواحد على 2 دي اس هنغير الفيز باي اوكي فتغيير التايم يؤدي الى تغيير الشانل ماشي فالشانل هنا تايم فاليو اوكي الشانل هنا تايم فاليو قيمه الشانل قيمه السيجنال اللي بتوصلني في 2 كوزاينز بس تايم فاليو اوكي حتى لو كنت في نفس النقطه وماشي بنفس السرعه هتبقى تايم فاليو بعد شويه بسبب حكايه الفريكونسي مع التايم ماشي تاني نقطه مهمه الشانل تايم فاليو سرعتها تغيرها قد ايه بيعتمد على السبيد بتاع الحاجات بتاعي انا بتحرك ويمكن بتاع الترانسميتر وبتاع الاوبجكتس لان الحيطه دي نفسها بتتحرك تديني نفس الايفكت اوكي يعني دي لو عربيه والسيجنال بتقبض في العربيه وترجع لي وانا واقف هنا في مكاني جنب الرصيف ماسك التليفون السيجنال هتتغير برضه بسبب حركه الحاجات اللي في الشارع حتى لو انا واقف اوكي لو السيجنال طبعا جايه منهم قويه كفايه انها تاثر على السيجنال مش اقوى سيجنال هي اللي جايه من البلاي ستيشن اللي هي وخلاص والباقي كله مش مهم اوكي ماشي يبقى تغيير التايم بيغير في الفيز ديفرنس فبيغير في قيمه السيجنال بيغير هنا في الاكزامبل البسيط ده هيتجمعوا كونستركتيفلي ولا ديستركتيفلي لو انا افترضت ان البتاع دي ماشيه بنفس السرعه اللي هي دي كده السبيكترم هيفضل ثابت على طول الدوبلر سبيد هو بالظبط هو الدوبلر سبيد في الاخر عاده لما بيجوا يعملوا تشانل مودلز يعني بيقولوا في تشانل موديل للناس اللي ماشيه على رجليها وفي تشانل موديل للعربيات مش عارف من سرعه كام لكام في تشانل موديل للعربيات اللي ماشيه اسرع وفي تشانل موديل للقطر لان القطر مثلا عاده بيبقى البيس ستيشنز جنبيه فالتشانل موديل وهكذا يقعدوا يعملوا تشانل مودلز للديفرنت انفايرمنتس دي ده اللي بيحصل يعني كل واحد الدوبلر سبيد طيب في اللي فات لما كنا بنتكلم عن ال عن التو باس برضو انسوا بقى خلاص يبقى دلوقتي اللي احنا كل عايزين نخرج بيه من هنا ان بسبب الدكتور سبريد ده او بسبب الحركه يعني زي ما انتوا عايزين بيحصل تغيير في قيمه السيجنال او بيحصل تغيير في السيجنال اللي بستقبلها اكروس تايم فالشانل تايم فارينج بسبب الفيز ديفرنس اللي بيحصل من ال في على سي في الاكزامبل اللي فات ما كانش فيه حركه اللي بس كان فيه ريفلكشن لو تفتكروا كان فيه باث بيمشي في على سي او ار على سي اسف ار على سي وفي باث بيمشي 2 دي ماينس ار على سي صح من غير حركه بقى في باث بيمشي ار على سي او يعني قصدي كوزاين بتمشي ار على سي وكوزاين ثانيه ماشيه في باث 2 دي ماينس ار على سي لو بصينا هنا على الفيز ديفرنس هناك فكان 2 باي اف ار على سي ماينس 2 دي ماينس ار على سي اوكي الفيز بتاع دي ماينس الفيز بتاع دي ماشي لو سميت ده التي 1 وده التي 2 ده بنسميه ده كنا بنسميه دوبلر سبرنت ده بنسميه تايم سبرنت او ديلي سبرنت ديلي سبرنت احسن ديلي سبرنت اقصى ديلي واقل ديلي في الشانل هنا هما اثنين ديليز بس الدنيا سهله اقصى ديلي واقل ديلي فده ناقص ده هو الديلي سبرنت اوكي وهنلاقي هنا لو الاف اتغيرت بمقدار التي 1 ناقص تي 2 ده هسميه ديلي سبريد هسميه دي لا ده هسميه دي اس برضه هنسميه تي اس تي اس ماشي لو الاف اتغيرت برضو اوردر اوف واحد على تي اس
اوكي هنلاقي ان الشانل اتغير تاني من 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 كونستركتيف لديستركتيف. اوكي التغيير ده جاي اشمعنى الرقم ده؟ عشان اعمل تغيير بباي او 2 باي اللي هو 1 على 2 تي اس. المهم ان هو يعني تغيير ببعد خالص يعني. اوكي لان في الاخر الباي وال 2 باي دي بس الاكزامبل يعني بسبب السمبل موديل ده ان هو 1 كوزاين 1 ريفلكت. اوكي لكن هنا لما بتغير 1 على 2 تي اس الفيز ديفرنس هيبقى بيتغير بباي. اوكي ماشي. فده الاف ده دلتا اف بقى دي دلتا اف دي بنسميها الكوهيرنس بانجويث. والشانل دي بتبقى فريكونسي فارينج. اوكي او بنسميها فريكونسي سيلكتيف فيل. هتكلم عن اكتر الحاجات دي بس انا عايز اقول لكم ده في نوعين اهو. في تايم فارينج شانل بسبب الحركه. اوكي وبيعتمد قيمه الكوهيرنس تايم اللي هي الشانل ثابته فيهم ما بتتغيرش قوي فيهم بنسميه كوهيرنس تايم. وده بيعتمد على الدوبلر سبريد. وكمان في فريكونسي سيلكتيف شانل. طيب يبقى التايم الكوهيرنس تايم بيعتمد على الدوبلر سبريد. كل ما الكوهيرنس تايم اتغير بمالتيبلز اوف 1 على دي اس دي بنبعد ان تايم او قصدي بنبعد في الـ في الـ في الـ بنبعد انف ان الشانل تتغير. ونفس الكلام هنا بقى بالعكس في الديلي سبريد الفرق بين التو باث ديستانسز بيؤدي الى تايم ديلي سبريد. والواحد على الديلي سبريد ده هو الكوهيرنس باندويث اللي هو نبعد قد ايه في الفريكونسي علشان السيجنال تتغير. فلو لو الفريكونسي اللي بقى عليها كده لو السيجنال باندويث بعد سيجنال عامله كده مش هتوصلني كده مش هتوصلني كده ده بيحصل. هتوصلني ممكن تبقى هنا عاليه وبعدين تقطع وعاليه وبعدين تقطع وهكذا. اوكي فده اسمه فريكونسي سيلكتيف فيدنج. ان الفيدنج بيعتمد على الفريكونسي ده تايم فارينج شانل ده فريكونسي سيلكتيف فيدنج. الشانل ممكن تبقى اي حاجه من الاربعه كومباينيشنز ممكن تبقى مش فريكونسي سيلكتيف ومش تايم فارينج لان مفيش حاجه بتتحرك احنا في الصحراء وكل حاجه ثابته وما بتتغيرش. طبعا دي فيري فيري رير يعني عشان ما تبقاش تايم فارينج. او ممكن يكون انا ببعد بسرعه سريعه جدا ان تغيير الشانل بيبقى من باكت لباكت فمش مهم يعني مش مهم بس يعني قصدي كروس ذا باكت اللي انا ببعد فيه الشانل ما اتغيرتش. اوكي هنتكلم اكتر عن الحكايه دي بعدين. الفريكونسي سيلكتيف لو هي كونستانت فدي متعامل معاها زي اللي اتعاملنا معاها قبل كده الماس فلتر والاوبتيكال ريسيفر. لما الشانل تبقى فريكونسي سيلكتيف بيحصل ايه؟ بيحصل ايه؟ لما الفريكونسي تبقى شانل سيلكتيف ايه اللي بيحصل؟ ماشي لا ما هو ما بتعديش بتضرب في رقم مختلف بس ده في التايم دومين ايكوفلنت لايه؟ ما بصوا عليها في التايم دومين تي بي 2 باس فايه اللي هيحصل؟ بالظبط انتر سيمبل انترفيرنس. السيجنال اللي بعتها دلوقتي ما هو اصلا الانفرس بتاع حاجه فلات ايه؟ الانفرس بتاع حاجه فلات ايه؟ التايم دومين دلتا. اوكي فهي اللي ببعته بيوصل مضروب في فاكتور ولا حاجه مش مشكله. لكن لما تكون عامله كده الانفرس بتاعها كذا باس. فهنا بالاكزامبل ده 2 باس بس. ماشي فالتو باس دول هينترفيروا مع بعض. فلو بعت سيمبل دلوقتي وسيمبل بالفرق ده هيطلع يولي في الريسيفر مجموعين على بعض فلازم اعمل حاجه افكهم من بعض. اوكي ماشي فده اسمه ايكواليزيشن. هقول لكم على الحكايه دي تاني بعدين بس يعني حبيت اقول لكم ده هنا دلوقتي. طيب لو الاوبجكتس في الفريو شانل ستاتيك ما طلعش ليه؟ طبعا
لو مفيش حاجه بتتحرك الا الموبايل هيبقى السيجنال بتتغير مع السبيس و السبيس لان لو ثابت مكاني مفيش حاجه هتتغير طيب بس السيجنال بتتحرك مع السبيس لو مفيش حاجه بتتحرك غيري السبيشال فاريشنز هيتبانوا كان هم في التايم انا بتحرك وكل شويه بشوف سيجنال مختلفه عن التانيه الموديل بالموديل للشانل دي ازاي فهنقدر سيبنا بقى من البعتين كوزاين وكده انا عايز سيجنال مبعوثه اكس وسيجنال ريسيفد واي فهقدر اموديل السيجنال على انها واي اوف تي بتساوي سميشن انا باسيوم دلوقتي ان في كذا باث كل باث منهم مضروب في الفا من الالفاز اللي كانت عندي دول اوكي ماشي واسيوم ان الالفا مش بتعتمد على الفريكونسي ف ومع اي فاكتورز ثانيه بتيجي اللي هو الفيز ريفرسل ولا اي فيز جاي من اي ريفلكشن ثاني وهكذا اجمعهم كلهم واقول ان اسمها اي اي فكل باث القيمه بتاعته اي اي وهتجي لي السيجنال الاي اي مشكله انها بتعتمد على التي قيمه كل باث بيعتمد على التي لان مره الباث هيخبط في الحيطه ويرجع ومره يخبط في الحيطه في حاجه ثانيه ويرجع وهكذا. فات سيرتن تايم كل باث ممكن قيمته تختلف. والحيطه ممكن تكون بتتحرك مش حيطه يعني اي حاجه ممكن تكون بتتحرك فالامبليتيود بتاعه يتغير وهكذا. وبعدين بقى هيكون مضروب في السيجنال ترانسميتد ديليت بطول الباث او بالديلي بتاع الباث يعني اللي هو تاو اي ولكن برضو الديلي ده فانكشن في التايم. يبقى انا هنا اهو ده الريسيفر وده الترانسميتر جاي لي باث خبط في حاجه هنا وجالي كده دي لو كانت بتتحرك مثلا فالباث ده طوله هيختلف بالتايم ويمكن قيمته تختلف بالتايم لان ممكن فجاه يجي لي حاجه في السكه تخبط فيها تاني فيحصل شادوي وهكذا. اوكي فكل باث الامبليتيود بتاعه بيعتمد على التايم والديلي بتاعه بيعتمد على التايم وده التعقيد بتاع الوايرلس شانل لان لو ده ما كانش فانكشن في التايم وده ما كانش فانكشن في التايم كان دي ده موديل عادي جدا بتاع شانل تايم لينير تايم انفاريانت ده بيخليها لينير تايم هو ده لينير مش حاجه ما بتخليهاش لينير يعني لان الاي ايز دي مش فانكشن في الفريكونسي ولا اي حاجه بالاسامبشن المبسط فده بيخليها لينير تايم فاريانت اللي انا هستقبله ات سيرتن تايم مش زي اللي هستقبله بعديها في حته صغيره، الامبليتيوز دي بتختلف والديليز دي بتختلف. تاني الشانل اللي احنا عارفينها او اي فلتر ما ده يعتبر فلتر يعني لانها اكس داخله على حاجه وتطلع لي واي. اللي احنا متعودين عليه هو ايه؟ ان واي اوف تي ايكوال سميشن اي اي اكس تي ماينس تاو. اوكي؟ تاو اي. فالسيجنال تبقى ديليد بتاع واحد تضرب في واحد وبعدين تبقى ديليد بتاع اثنين تضرب في اثنين وهكذا عند تي ب 1 سكند عند تي ب 2 سكندز السيجنال هتبقى برضه مضروبه في واحد وديليد بتاع واحد ومضروبه في اثنين ديليد بتاع اثنين وهكذا هنا لا هنا عند تي عند 1 سكند تبقى مضروبه في واحد اوف 1 وديليد بتاع واحد اوف 1 عند 2 سكند هتبقى مضروبه في واحد اوف 2 وديليد بتاع واحد اوف 2 فعند كل لحظة قيم اللي بتتضرب في السيجنال تختلف والديليز بتاعتها تختلف كمان. ما هياش ثابتة، فما هياش تايم انفاريانت. هي تايم فارينج. الوايرلس شانل تايم فارينج لأن الحاجات بتتحرك بيزكلي. لو الدنيا كلها ثابتة كانت خلاص، لكن لأن الحاجات بتتحرك. اوكي؟ الوايرلس شانل الواير لاين شانل ده تايم انفاريانت لأن حركتها بطيئة جدا تعتمد بالكم على درجة الحرارة بتاعت السلك، فدي حاجة يعني extremely slow فانا اعتبرها time invariant لكن الوايرلس بتاعت الحركه هي time varying channel يعني الفلتر اللي بفلتر فيه السيجنال الفلتر ده كانه ايه؟ هو ده بالظبط كانه ايه؟ كاني باخد السيجنال اكس ده ديلي ده ديلي 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 وباخد السيجنال اكس اهي وبعدين اخد دي اضربها فاكتور واجمعه هنا واخد دي واضربها فاكتور واجمعه هنا واخد دي واضربها فاكتور واجمعه هنا ويطلع لي واي. ده فلتر
بس في التايم انفاريانت سيستم الديليز دول ثابتين والفاكتورز دول ثابتين. اوكي؟ في التايم فاريانت سيستم مازال لينير، مازال بعمل جمع حاجات على بعض، ولكن الفاكتورز دول بيتغيروا والديليز دول بيتغيروا. As a function of time. ماشي؟ فدي التايم فارينج نيتشر بتاعت الوايرلس شانل. لو انا بستقبل السيجنال دلوقتي، لو بعت سيجنال دلوقتي واستقبلتها في التايم انفاريانت، يعني ايه تايم انفاريانت؟ دلوقتي زي بكره، هبعت سيجنال دلوقتي شكلها اكس، هستقبلها النهارده بشكل معين، بكره هبعت نفس الاكس، هستقبلها بنفس الشكل اللي استقبلته النهارده، بس هستقبلها بكره لاني بعتها بكره بدل ما بعتها، فما فيش غير ديلي. اوكي، اللي بعته النهارده استقبله النهارده مثلا يعني بشكل معين، اللي بعته بكره هستقبله بكره بنفس الشكل شبه اللي كان استقبلته النهارده. صح؟ ده تايم انفاريانت. الشانل الفلتر او الشانل هي هي تايم انفاريانت، ما بتتغيرش مع الوقت. التايم فاريانت مش كده، اللي ابعته دلوقتي وهستقبله دلوقتي بطريقه غير اللي ابعته بعد ساعه، حسب بقى الايه الكوهيرنس تايم، يعني حسب الشانل بتتغير بسرعه قد ايه، ممكن يكون يختلف عن اللي ابعته بعد 1 ملي سكند لو السرعات عاليه قوي. اوكي؟ فلو بعته دلوقتي واستقبله، لو بعت نفس الحاجه بعديها بثانيه هستقبل حاجه مختلفه. بسبب تغيير الشانل، هنا ما دخلتش النويز في الاعتبار، اوكي؟ مالناش دعوه بالنويز دلوقتي. ده بس بسبب تغيير الشانل. ان الباس بتوع الشانل بيختلف. يعني لو رجعنا للرسمه اللي كنا حاطينها مثلا بتاعت المالتي باث، اهي العربيه بتتحرك والطياره بتتحرك، فالباس دي هتتغير، الباس اللي جاي من الطياره هيتغير، والباس اللي جاي من هنا الدايركت باث هيتغير، والباس ده اللي هو بيخبط في الجبل ويجي هيتغير، العربيه عماله تتحرك والطياره بتتحرك في نفس الوقت. اوكي، فاطوال الباس هتتغير، معناها الديليز هتتغير، والريفلكشن كمان الابتيتيوز هتتغير بسبب الديستنس اللي الباس عملها ترافلنج، والانجلز الانتنز مش اومي دايركشن بالظبط، فالانجل ده ممكن ياثر على حاجه، او البارت ده خبط في حته في الجبل معينه مختلفه عن الحته الثانيه، ده بيعمل ابسوربشن اكتر من الثانيه وهكذا. اوكي؟ فالباث اطوالها بتتغير، التاوز بتتغير، الديليز بتتغير، والامبليتيودز بتاعتها بتتغير. اوكي؟ فده نقدر نعتبره الموديل بتاع الانبوت اوتبوت ريليشن شيب بتاع الوايرلس شانل. فلو عايزين نعبر عن ده ب فلتر ريليشن شيب نقدر نكتبها بالطريقه دي، ان واي اوف تي، اهم حاجه بس تفهموا دي جت منين. اوكي، الواي اوف تي عباره عن شويه باس، الباس الاولاني اكس اوف تي ديلايد باي تاو 1 واتضرب في A1، يعني ده خلينا نفكها حتى A1 of T في X T minus tau 1 of T plus A2 of T X of T minus 2 of T plus A3 of T X of T minus tau 3 of T minus. فده الباث الأولاني X delayed by tau 1 واتضربت في A1 واتجمعت على X delayed by tau 2 واتضربت في A2. الضرب والديلي ما هماش ثابتين، دول فانكشن ان تايم دلوقتي غير بعد شويه. فساعتها الكونفولوشن ريليشن شيب بين الشانل اتش اوف تي ما بقتش اسمها اتش اوف تي خلاص لانها تايم فارينج، فساعتها بقى اسمها اتش اوف تاو وتي، هقول لكم حالا اتش اوف تاو وتي دي ايه، مضروبه في اكس of t minus tau d tau. اتش اوف تاو زمان في الـ في الـ في الريليشن شيب بتاعت الكونفولوشن العاديه اللي احنا عارفينها كانت اتش اوف تاو اتش اوف تي minus tau d tau، ما كانتش الاتش فيها فانكشن اوف تايم، دي بقت تو دايمنشنال فانكشن تعتمد على الديلي واحنا فين دلوقتي في التايم. زمان كانت ثابته مع التايم، فكنا بنشيل التايم ده، كانت اتش اوف تاو اكس اوف تي ماينس تاو دي تاو، ده كان الكونفولوشن اللي احنا عارفينه. مش التاو
نابيرا ايه؟ التاو لا عند كل تي في كل الديليز فما هياش فانكشن قوي يعني ماشي هما الاثنين تايم فاريبلز بس لا عند كل تي في كل الديليز هوريكم الرسمه مثلا يعني ايه قصدي بالحكايه دي وبعدين نكمل كلام الرسمه تبين لكم شويه اهي مثلا عند certain time عند certain time ده شكل الشانل باث هنا وباث هنا وباث هنا وباث هنا وباث هنا بعديها بشويه ده التي ها ده التي الفاريبل التالت ده اللي جوه ده التي فبعد شويه الشانل بقت في باث هنا وباث هنا وباث هنا مختلفين عن دول والديليز مختلفه كمان وهكذا فالشانل تايم فارينج لو كنا بنتكلم عن تايم انفاريانت شانل كانت ده هيفضل موجود في كل الاوقات شكل الباث الديليز بتاعتهم والفاكتورز اللي بتضربها ماشي فده شكل التشالنج طيب بنسمي اتش تاو تي ده ايه ده يبقى هو الريسبونس اتش تاو تي هو الريسبونس of the channel at time t to an impulse at time t minus tau. يعني دخلت impulse at time t minus tau هيطلع لي h of tau t. لو دخلت فلو مثلا لو دخلت impulse عن time واحد ناقص بوينت 1 هيطلع لي اتش اوف واحد و بوينت 1 بوينت 1 واحد صح بوينت 1 واحد لو دخلت عند 2 قبل عند 1.9 هيطلع لي اتش اوف 1.9 و 2 في التايم انفاريانت كنت دخلت امبلس عن تايم 0.9 كان هيطلع لي اتش اوف تاو اتش اوف بوينت 1 ولو دخلت امبلس عن تايم 1.9 كان هيطلع لي برضه اتش اوف بوينت 1 لانه ما بيعتمدش على دخلته امتى هنا يعتمد انا دخلته امتى في التايم انفاريانت الامبلس ريسبونس يعني ايه يعني ايه الامبلس ريسبونس بتاع التشانج بتاع فلتر او تشانج ايوه بالظبط ف اتش لو قلت لك اتش اوف بوينت 1 دي معناها ايه دي معناها لو دخلت امبلس عند تايم 0 هيطلع ايه عن تايم 0.1 او لو دخلت امبلس عن تايم 0.9 هيطلع ايه عن تايم 1 التاو كان الديلي بتاع الشانل صح فكروا فيها كونفولوشن حتى ماشي لو دخلت دلتا هيطلع انت الفلتر اهو ادي الاتش اهي ادي الاتش اوف تاو لو دخلت دلتا الاكس دلتا ايه اللي هيحصل عند تايم دخلت تايم عن زيرو فلو دي 0.9 الدلتا هتطلع قيمه دي فده الديلي بتاع الفلتر يعني اوكي الامبلس بشوفه بعد قد ايه لما ادخل الامبلس اوكي ماشي هنا بقى بسبب التي والتاو ما بقتش عندي الاتش عامله كده بس للاسف الاتش بقت 3 دايمنشنز بقت كل تي دي بتتغير فالامبلس هدخله دلوقتي مش زي اللي هدخله كمان شويه الشانل هتغير القيمه بتاعته زمان او يعني مش زمان في التايم انفاريانت الامبلس اللي بدخله عن تايم 0 زي الامبلس اللي دخله عن تايم 1 الديلي بتاع الشانل بس هو اللي بيغير الاوت ولكن قيمه الامبلس ريسبونس هي هنا الامبلس ريسبونس بقى تايم فاريانت ماشي فالامبلس هدخله عند تايم فبعد الامبلس ادخله عند تايم واحد وعايز اشوف الاوتبوت بتاعه بعديه 0.1 ف اتش 0.1 و1 مختلف عن اتش اوف 0.1 و2 ده هدخله عن تايم 1.9 وده هدخله عن تايم 0.9 ده الديلي ده بتاعه اوكي ماشي هناك كان هو اللي هو ده دخلته عن تايم 1.9 هشوف الاوتبوت ده عن تايم 2 دخلته عن تايم 0.9 هشوف الاوتبوت ده عن تايم 1 نفس الاوتبوت
تقدر تقول كده. الريفلكشنز بتعمل كده يعني بسبب تغيير الريفلكشنز. ماشي. يبقى تاني يا جماعه التايم انفاريانت، التايم انفاريانت لو كنت دخلت دلتا عند تايم 0.9 كنت هشوف ايه لو ده 0.1، لو دخلت دلتا عند تايم 1.9 كنت هشوف ايه اوتبوت عن تايم 1. تايم انفاريانت اللي احنا خدناها في سيجنالز. اتش 0.1 دخلوا دلتا عن تايم واحد هيفضل ماشي الدلتا لغايه ما يجي هنا، دخلوا دلتا عن تايم 0.9 هيفضل ماشي لغايه هنا، فعند واحد هيبدا يضرب لي فيطلع لي اتش 0.1. لو دخلت دلتا عن تايم 1.9 ايه اللي هشوفه عن تايم 2؟ هدخل دلتا عن تايم 1.9 هيفضل ماشي لغايه ما يضرب دي عشان دي 0.1 هيضربه عن تايم 2 فهشوف القيمه دي. لو دخلت دلتا عن تايم 0.9 اللي هشوفه عن تايم 1 هو نفسه، لو كنت دخلت دلتا عن تايم 1.9 هشوفه عن تايم 2 لان اتش اوف 0.1 هي هي. هنا الدنيا اختلفت، اتش اوف 0.1 ما بقتش بس اتش اوف 0.1، بقى اتش اوف 0.1 ويهمني التايم اللي انا بقيس عنده الاوتبوت. فاللي هقيسه عند اتش اوف 0.1 واحد مختلف عند اتش اوف 0.1 واثنين لان الشانل تايم بتاعي. اوكي في نقطتين هنا مهمين، ان نفهم الشانل تايم فارينج. اوكي الشانل تايم فارينج معناها ان قيمه الاوتبوت اللي بشوفه لنفس الانبوت دلوقتي غير بعد شويه. فاهم دايك؟ اوكي؟ ده مهم جدا نفهمه. اوكي؟ قيمه الاوتبوت اللي بشوفه لنفس الانبوت دلوقتي غير بعد شويه. لو دخلت الانبوت دلوقتي غير لو دخلته بعد شويه، عشان الشانل تايم فاري اكني دخلت على فلتر جديد. هو بالظبط كده، هو اكنه فلتر جديد. اوكي؟ فالاوتبوت اختلف. ماشي؟ ازاي بقى بنعبر عن الاوتبوت ده؟ بنعبر عنها بالحاجه اللي اسمها اتش تاو وتيجي. لان يبقى الانبوت ريسبونس نفسه بتاع الشانل بتختلف مع التايم. اوكي؟ ففي الاكزامبل في اللي انا كنت كاتبه ده الاتش اوف تاو وتي دي بتساوي سميشن اي اي اوف تي دلتا تي ماينس تاو اي اوف تي. لو حطيته ده في التكامل هيطلع لكم الاكسبريشن اللي كنا كاتبينه من شويه السميشن. فده تعبير عن الشانل، فالشانل عبارة عن كذا باث وديسكريت. اوكي؟ فبنعبر عن الوايرلس شانل بديسكريت موديل. ماشي؟ لأن الموديل بتاعنا ده هو حكاية إنها كذا باث دي، فعشان كده ديسكريت موديل. إن جنرال ده تايم فارينج موديل لأي حاجة مش لازم للوايرلس شانل. اوكي؟ ده تايم فارينج موديل لأي تايم فارينج سيستم. مش كل حاجة تايم انفاريانت. في حاجات تايم فارينج. فده أي تايم فارينج سيستم لينير طبعًا ده الموديل بتاعه. ده الكونفولوشن اكسبريشن بتاعه. احنا عندنا هنا في الوايرلس بنتكلم عن ديسكريت بولس، فبنعبر عن الشانل بالاكسبريشن ده سيجما اي اي في دلتاز لانها ديسكريت زي برضو الرسمه اللي رسمتها لكم من شويه او شفناها من شويه، وبالشكل ده بيطلع لي الاكسبريشن في الاخر بين الواي والاكس سميشن، وده بيسهل السيميليشن وهكذا. بس هي فعلا ده الحقيقه، ده البراكتيكال الحقيقه البراكتيكال يعني ان الدنيا different paths ما هماش continuous channel يعني بسبب الريفلكشنز. ماشي؟ يبقى حاجتين ال channel time varying ونعبر عنها بالاكسبريشن ده او بالاكسبريشن اللي كان مرسوم كمان من شويه، وفي الاخر هي paths بتتجمع عند الريسيفر، ال paths دي اطوالها وقوتها بتتغير مع التايم. ماشي؟ اطوالها وقوتها بتتغير مع يبقى h of tau t هي الـ impulse response of the time varying multipath radio channel. الـ impulse response بي completely characterize the channel. خلاص لو عرفناه عرفنا الشانل عامله ازاي، لان عرفناها عند كل الاوقات وعند كل الديليز. ماشي؟ في الـ time invariant كان يهمني بس اعرف h of tau، لان يهمني اعرف قيمه الـ output بتاع الشانل عند كل قيمه الـ impulse response عند كل الديليز. هنا بقت عند كل الديليز وعند كل الاوقات. والـ variable t هو time variation due to motion، والتاو هو الماكس بوت ديلي فور ا فيكس تايم اوف تي، واتش تاو اوف تي زي ما قلت لكم بتريبريزنت ريسبونس اوف ذا شانل ات تايم تي تو ان امبلس ات تايم تي ماينس تاو. لما ادخل امبلس ات تايم تي ماينس تاو هشوف ايه عن تايم تي؟ هشوف اتش اوف تي وتاو او اتش اوف تاو وتي. ماشي؟ اوكي؟ طيب
الشانل بتاعتنا او السيجنال بتاعتنا في البيس باند دومين بدل ما نروح عند الكارير. لو تفتكروا السنه اللي فاتت فيعني اتكلمنا عن النويز في النارو باند نويز، واتكلمتوا غالبا في كمان على لما بنقول ان الحاجه مضروبه في ساين ومضروبه في كوزاين، وفي الاخر ناخد اللي مضروب في الساين والكوزاين اللي قلنا عليه اي بلس جي كيو، صح؟ فده البيس باند موديل. وفي الاخر بنقول ان السيجنال ترانسميت صحيح هي الريل بتاع الاي بلس جي كيو دي في اي تو ذا جي ثيتا، فبنبعت صحيح السيجنال. لكن في الموديلنج بتاعنا بنأسيوم ان السيجنال كومبلكس، ده اسهل في في الرياضه يعني بيسكلي. اوكي، زي بالظبط ما بنعمل في السيركتس برضو الفيزر والايماجيني والكومبلكس والكلام ده كله برضو عشان نسهل الرياضه. اوكي، ف نقدر نعبر عن السيجنال كانها بيس باند موديل من الـ من الـ من الـ من الايز من الاي دول. اقدر اقول بس هكتب اي اي، مش لازم نجيب لنا منين دلوقتي بقى. المالتي باس دول بيس باند، واكس اوف تي نفس الكلام بالظبط، ولكن الايز دول هم البيس باند. جبناهم منين مش مشكله بقى، ماشي؟ مش اي حاجه، مش اي حاجه مختلفه. الديلي زي هي القيم دي بس بتختلف لانها بتتضرب في اكسبوننشلز وحاجات كده، ماشي؟ لانك لان اللي هي بيزكلي الشانل عامله كده، جبتها هنا فضربتها في اي تو دومين جي تو باي اكس تي. طيب فالاتش تي اوف تاو اوف تي يعني هي الريل بتاع اتش B البيس باند تاو تي اي تو ذا ماينر جي 2 باي اف سي تي، نفس الكلام بالظبط اللي خدته السنه اللي فاتت. اوكي، في الاخر هنتعامل مع دي واحنا عارفين قيمه الشانل الحقيقيه. اوكي، لكن التعامل الرياضي بقول لكم اسهل بكتير انها تتعامل مع اللو باس كومبليت ايكوفلنت امبلس ريسبونس. ده التايم فاليو ريسبونس زي ما قلت لكم، كل تايم انستنت الامبلس ريسبونس بيختلف، الديليز قيم الملتيبليكيشنز بتختلف. الشانل تايم فاريانت وادي الامبلس ريسبونس عند كل لحظه. فبيزيكلي هي كده امبلس ريسبونس مختلف عند كل لحظه. اوكي؟ طيب تعالى ناخد الاكزامبل ده. لو عندي ادي اكس اوف تي وادي الامبلس ريسبونس عن تايم تي ايكوال 0 وده الامبلس ريسبونس عن تايم تي ايكوال 1، وباسيوم ان الامبلس ريسبونس ما بينهم هما الاثنين هو الانتربوليشن ما بين التو امبلس ريسبونسز. تاني دخل اكس اوف تي على تشانل اتش اوف تي عندها تو باث، باث عن تايم 0 وباث باث عند تاو 0 وباث عند تاو 0.5. يعني لو ما كانش بيختلف لو ما كانش تايم انفاريانت كده هشوف ال ده اللي هو الريكتانجل ده الاول بيتضرب في ال 0.7 وبعدين يبقى ديليد 0.5 ويتضرب في 0.4. تعال نعمل الاول التايم انفاريانت. الاول خلينا اسيوم ان اتش اوف تاو تايم انفاريانت وعندها تو باث 0.7 و0.4 وده الاكس اوف تي داخل اهو من 0 ل 1. فكنت هشوف ايه؟ كنت هشوف اوتبوت عامل كده 0.7 زائد اوتبوت عامل كده 0.4 0.5 1.5، صح؟ حد معترض ان دي الكونفولوشن؟ لو انا خدت راس اللي على الشمال اهمال قلت مش ما هياش تايم فارينج، حد معترض ان دي الكونفولوشن الاثنين دول مجموعين على بعض؟ صح؟ تمام؟ كونفولوشن، اعملوا كونفولوشن بين ده وبين دول، هنلف ده وندخله، فالدنيا لينير. فالاول اعمل له كونفولوشن مع 0.7 هيطلع لي ده، وبعدين اعمل له كونفولوشن مع 0.4 هيبتدي من اول 0.5 ويفضل لغايه 1.5 وبعدين اجمعهم على بعض، او اعمل له كونفولوشن زي ما بتعمله يعني هيطلع لك هو نفس النتيجه بالظبط، دول مجموعين على بعض. اوكي؟ ماشي؟ حلو. لو جينا بقى الشانل بتتغير، وانا الشانل بتتغير تاني قلنا ان الاتش فانكشن في التايم والتاو، فدي اتش اوف تاو 0 ودي التانية دي اللي هي بقت 0.3 وبقت 0.6 و 0.5 برضو
دي اتش اوف تاو واحد، وهاسيوم ان الشانل ما بينهم انتربوليتد لينير انتربوليشن. اوكي، فلو عايز ارسم اول باث مع التايم مش مع التاو، هنا دي تو دايمنشنال فانكشن ما تنسوش، مع التي ومع التاو. فعشان ارسمها المفروض ارسم 3 دايمنشنال فيجر، يعني مش عارف ارسمه، فهرسمه بس عند مره فيرسس التاو ومره فيرسس التي. فرسمته عند قيمتين للتاو، عايز ارسمه مع التي عند التي بزيرو، اسف عند التاو بزيرو مع التي، يبقى عامل ازاي؟ ده التي، ده كان التاو، عايز ارسمه مع التي، ودي اتش اوف زيرو وتي. فاهمين 3 dimensional function صح؟ فانا عندي 2 variables تي وتاو، وعندي ال h فوقيهم. اوكي؟ فبرسم سلايسز منهم بس، عشان مش عارف ارسم 3 dimensional figure يعني. اوكي؟ هنا ده كان مرسوم يعني اللي من شويه ده، هو ده اللي انا بحاول ارسمه فيزيكلي يعني. هو ده اللي كان مرسوم، بس انا مش عايز اخد اسامبلز هنا، هنا ده كان سامبلز، انا عايز ارسمه معاكم. ماشي؟ طيب ها، وبس يوم بقول لكم الدنيا ان اللي فيه لينير انتربوليشن بين القرين. هيبقى ايه؟ بالظبط 0.7 لغايه 3.3. ده التي ب 0 وده التي ب 1 ليالي. فعندي باث، عندي باث عند تي ب 0، يعني ايه؟ يعني لو بعته دلوقتي بيوصل دلوقتي. اوكي؟ بس لو بعته عن تايم 0، لو بعته عن تايم 0 بيوصل دلوقتي مضروب في كام؟ 0.7. لو بعت سيجنال عند تي، لو بعت سيجنال عند تايم عند تي ب 0 هيوصل دلوقتي بديلي 0 مضروب في 0.7. لو بعتها عند تي ب 1 هيوصل عند تي ب 1، هيوصل من غير ديلي، هيوصل عند تي ب 1 عند الريسيفر مضروب في كام؟ 0.3. ولو بعته عن تايم 0.5 بالاسامبشن اللي انا عامله ده من لينير هيطلع مضروب في 0.5. فهمنا؟ اوكي؟ فدلوقتي لكن انا واخد باث واحد بس مش الاثنين عشان ابسط الامور، واخد باث واحد وبقول ان الشانل دي كانت 0.7 عند قيمه تايم ب 0 وبقت 0.3 عند التي ب 1. فالباث اللي ببعته عند التي ب 0 بيتضرب في 0.7 ويوصل دلوقتي. الحاجة اللي ببعتها عن تي ب 1 بتتضرب في 0.3 وتوصل ساعتها، توصل عند 1. بالديلي 0 يعني، دي تاو ب 0. بالديلي. اوكي، ده الابسولوت تايم، مش ابسولوت قوي يعني، بس يعني بالنسبة اللي ببعت امتى، ده التايم وده الديلي عن التايم. اوكي؟ حلو. فأنا ببعت، طيب والباث التاني ايه اللي هيحصل فيه؟ نفس الكلام. الباث الثاني اللي هو ديلي ب 0.5 بقى اصلا. اوكي؟ هيبقى الاول ب 0.4 وبعدين يوصل ل 0.6. فده اهو الفيرست باث، ده الفيرست باث كان ب 0.7 بقى 0.3 وده كان 0.4 بقى 0.6. ماشي؟ فهمنا شويه مقصود ايه؟ الباث اللي ببعته عن تايم ب 0 هيوصل عند الريسيفر على تايم ب 0 مضروب 0.7. لو بعت نفس السيجنال هنا، انا ببعت اكس ب 0 ب 1 فكان نفس السيجنال يعني، بعت نفس القيمه يعني نفس الفولت 1. لو بعته عند تي ب 1 هيوصل عند الريسيفر مضروب في 0.3 بدل 0.7. ماشي؟ ليه؟ لان الشانل تايم بالك. فيبقى ده الاوتبوت ديو تو ذا فيرست باث وده الاوتبوت ديو تو ذا سكند باث. هنا انا ليه رسمته كده؟ لان السيجنال من 0 ل 1، فانا اكشلي هشوف ده كله خارج. اوكي؟ ماشي؟ بدل ما كنت بشوف ايه لو تايم ده انفاريانت؟ كنت هشوف ايه؟ لو كنا سنين من شويه كنت هشوف 0.7 بس من 0 ل 1. صح؟ هنا بشوف ال 0.7 دي بتتغير ل 0.3. عايزين تفكروا بيها عن طريق الكونفولوشن
ده الـ 0.7 اهو، دي تي تدخل هنا اوكي، هلفها وادخلها، بس اول واحد يطلع 0.7 بس، ده هيبتدي يتغير هينزل شويه، فالحته اللي بعديها على طول هتنزل، وبعدين هتنزل وهتنزل، مش تفضل ثابته زي ما كانت في التايم انفاريانت. قيمه الشانل بتتغير، قيمه البوت دي بتتغير اوكي. فيبقى هشوف ده مجموع على ده، فاللي هشوفه هو مجموعهم على بعض هيطلع لي ده اوكي. ماشي، ده اه بس ما هو تي، وده ده قيمه السكند بوث، قيمه السكند بوث مش موجوده. عايز يعني ماشي لو انت فاهم ماشي، بس انت تكون فاهم هو بيحصل ايه. ماشي فاين فاين اوكي صح، بس احنا ما عملناش كده يعني، صح صح. برضه التاو لوحدها برضه باديه من زيرو مع ان التي واحد، اه بس ما انت هي 3 دايمنشن بحاول ارسم سلايسز منها، ف فدي من 0 ل 1 ودي ال 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 التي بتاعتها صح يعني، المهم تكون فاهم هي بتعبر عن ماشي اوكي. طيب تاني كونفولوشن ده، تاني كونفولوشن ده انا عندي سيجنال مبعوثه اهي من 0 ل 1 قيمتها 1 الاكس اوف تي اللي على الشمال ماشي، هتقابل 2 بوتس، باث منهم قيمته 0.7 دلوقتي، بس as time progresses قيمته هتبقى 0.3 اللي هو بيوصل حالا، اللي ببعت سيجنال بعدها بتوصل حالا بالقيمه دي، وباث تاني بديلاي 0.5 قيمته 0.4 دلوقتي، يعني السيجنال اللي ببعتها دلوقتي بتوصل متاخره مضروبه في 0.4، مضروبه متاخره نص مضروبه في 0.4 ماشي، بس لو بعتها عند 0.5 هتوصل عن تايم 1 متاخره ومضروبه في 0.6 اوكي. طيب فلما اجي اعمل كونفولوشن من ده واول امبلس ريسبونس، او يعني تاني انا هفرق هخلي هعملها مع الباث الاولاني واجمعه على الباث الثاني لان الشانل ما زالت لينير اوكي، فاقدر اعملها مع الباث الاولاني لوحده وبعدين اعملها مع الباث الثاني واجمعهم على بعض بسبب ان الشانل لينير، مفيش حاجه مفيش حاجه لسه قلنا انها مش لينير اوكي، مش ضرب في الشانل ولا اي حاجه، كلها حاجات مجموعه على بعض هي لينير. فمع اول باث لما السيجنال دي تي تدخل على الاول باث اللي هو قيمته 0.7 ده، ده عن تايم بزيرو، بعد كده قيمه ال 0.7 دي فتطلع لي 0.7، بعديها بحته صغيره قوي 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 قيمه ال 0.7 دي هتنزل ل 0.69 مثلا اوكي. فالاكسس شغاله لسه لسه بتدخل جوه الديلي ده، احنا بنلفها وندخلها صح، فالقيمه دي مثلا هتتضرب بدل في ال 0.7 بدل في ال 0.69 فتطلع لي 0.69، وبعدين اكمل تدخيل دي بقت 0.68 فالحته دي ضربت في 0.68 فتطلع لي 0.68 وهكذا وهكذا وهكذا. فكروا لما كانت دي ثابته عن 0.7 كان ايه اللي بيحصل؟ كان ايه اللي بيحصل؟ بالظبط كان هيطلع لي 0.7 all the way من 0 ل 1 لان عمال اتضرب في 0.7 0.7 كل قيمه للسيجنال تضرب في 0.7 0.7 0.7 اوكي؟ وبقى ده اول باث، ثاني باث نفس الكلام بس ديليد بوينت ماشي؟ اوكي؟ فده ازاي احسب الاوتبوت بتاع تايم فارينج تشانج، ازاي احسب تايم فارينج كونفولوشن اوكي؟ ماشي. زي ما قلنا من شويه الشانل بتتغير مع التايم. لو جيت حسبت الابسولوت فاليو سكويرد بتاع الشانل دلوقتي عند سيرتن تايم انستنت، ده هو الباور سبيكتروم او يعني او الانرجي بتاعت الشانل عند سيرتن تايم تي. ده بيتغير عند كل لحظه. لو خدت الاكسبكتيشن اكروس تايم يعني ايه؟ يعني حسبت قيمه الشانل هنا عند عند تي عند تاو ب 0 وعند تاو ب 0.5 وهنا فمثلا ده كان 0.7 سكويرد وده 0.4 سكويرد وده 0.3 سكويرد وده 0.6 سكويرد.
وانا عملت الاكسبكتد فاليو بتاع الاثنين دول طبعا المفروض اخد كمان الانتربوليشن هاسيوم دلوقتي انها كانت بزيرو وبقت دي على طول من غير انتربوليشن فلو خدت الاكسبكتد فاليو بتاع الاثنين دول والاكسبكتد فاليو بتاع الاثنين دول هطلع قيم هي دي اللي بسميها بي اتش اوف تاو. احنا دلوقتي على الاقل متفقين ان الشانل بتتغير مع التايم صح؟ على الاقل متفقين ان الشانل بتتغير مع التايم اوكي؟ صح؟ فقيمه الاتش عند تايم 0 غير قيمه الاتش عند تايم 1 وهكذا فافرضوا ان دي الاتش عند تايم 0 دي التاب وبعدين ادي الاتش عند تايم 0.1 وبعدين ادي الاتش عند تايم 0.3 وهكذا اوكي شانل بتتغير عند كل وقت دي حاجه واضحه لان في حركه فقيمه الشانل تتغير اوكي ماشي اعتبرها سناب شوتس كده عند تايم 0 اسنال الشانل طلعت كده عند تايم 0.1 اسنال الشانل طلعت كده عند تايم 0.3 اسنال الشانل طلعت كده وهكذا كل ما نقيس الشانل تطلع حاجه مختلفه اوكي ليه؟ لان في حركه. ماشي؟ طيب لو خدت دي سكويرد ودي سكويرد ودي سكويرد ده هو اللي جوه الاكسبكتد فاليو ده وبعدين جيت عملت اكسبكتد فاليو عند كل تي فخدت الافرج بتاع دي ودي ودي عند كل تاو اكروس تي عند كل تاو اوكي؟ ده بسميه الديلي باور سبيكتروم بتاع الشانل. هاخد الاكسبكتد فاليو اكروس دول. فلو دول يعني بيتكرروا بنفس الوقت هجمعهم واقسمهم على العدد. ماشي طبعا اكروس اول تي يعني. طبعا تاني اكروس اول تي وير الشانل از ريليفنت يعني في الوقت اللي بقى تستخدم فيها الشانل. يبقى ده statistics يعني. بسمي ده الديلي باور سبيكتروم. pH of tau. اوكي؟ يبقى بنجيب ال pH of tau بالطريقه دي، بتعبر لنا عن الايه؟ عن الافرج باور عند كل تاو، فالباث الاولاني ده الافرج باور بتاعته، الباث الثاني الافرج باور بتاعته، الباث الثالث الافرج باور بتاعته، وهكذا. ماشي؟ فلما بعت سيجنال دلوقتي الافرج باور اللي هتوصل للريسيفر عند تي ب 0 والافرج باور اللي هتوصل للريسيفر بعديها 0.1 والافرج باور اللي هتوصل للريسيفر بعديها 0.2 وهكذا. اوكي؟ لان المتوقع ايه؟ المتوقع ان الشانل يا اما تبقى عامله حاجه زي كده تبقى عاليه قوي عن اول ديلي وبعدين تنزل بزيرو او ممكن يكون يعني ضعيفه في الاول وبعدين تقوى وبعدين تنزل لكن لازم هتنزل. صح ما ينفعش ابعت سيجنال دلوقتي هتوصلني بعد 10 ثواني ولا بعد يومين قويه. صح؟ هتضعف اكيد. مش هتوصلني بالديلي الرهيب ده فمتوقع ان السيجنال تقل بمرور الوقت الباث في الاخر ليميتد يعني ان تايم لو في باث ديلي قوي قوي كبير جدا هيوصلني ضعيف جدا هعمله هيبقى اقل بكتير من قيمه النويز هعمله اوكي فالافرج انرجي اكروس الديفرنت ديليز دي بنسميها او الافرج باور بقى وات ايفر بنسميها الباور ديلي سبيكتروم بتاع التشانل ماشي او المالتي باث انتنسيتي فده بيعبر عن الشانل بتفضل موجوده في الديلي قد ايه تاني ده معناه ال معناه ايه معناه ان انا ببعت سيجنال دلوقتي بستقبل انرجي قد ايه اون افريج عن تايم عن من غير ديلي بستقبل انرجي قد ايه بديلي معين وبستقبل انرجي قد ايه بعديها بشويه وبستقبل انرجي قد ايه بعديها بشويه وهكذا 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 اوكي ده فانكشن في المالتي باث بتاع التشانل لو في باث قوي متاخر هشوف في ده عند تاو بوينت مثلا 5 عاليه عن تاو بوينت 6 لان في ريفلكشن جامد بيوصل متاخر بوينت 5 ماشي وليه بقى افريج لان قيمه الباث دلوقتي
غير قيمه الباث نفسه كمان شويه. اوكي، قيمه الباث دلوقتي غير قيمه الباث نفسه كمان شويه. اوكي ماشي. فعشان كده بعالج الكروس تايم عشان اجيب السبكتروم يعني اعبر عنه. طيب ده مستفيد بيه ايه؟ ده نقدر لو خدناه ده شكل هو الانبوت ريسبونس كذا واحد اكروس تايم تاني. اوكي بيتغير اكروس تايم، التايم هو الدخله لجوه والديلي هو اللي كده. فهو صحيح ففي باث هنا اهوت شايفين كويس ولا لا؟ في باث هنا عالي شويه وباث يمكن يعني عالي وبعدين بينزل وبعدين باث ثاني عالي وبعدين بينزل. اوكي وده ممكن نقيسه، ده حاجات ميجرد دي حاجات ميجرد اكروس صحيح اكروس سبيس هنا بس هي كان في حاجه بتتحرك او حاجه. اوكي او اكشلي الموفمنت اكروس سبيس شبه جدا الموفمنت اكروس تايم يعني وانت واقف مكانك في حاجات حواليك بتتحرك مش فارقه كتير. اوكي فدول الديفرنت كذا كذا تشانل ميجر. لو عملنا افرج اكروس تايم للسكوير بتاعهم نطلع البي اوف تاو اللي كنت بتكلم عليه ده. هنربع كل سلايس من دول ونعمل اكسبكتد فاليو او الافرج يعني. اوكي مش هيقيس كذا تشانل وبعدين اربعها وافرج ماشي يطلع لي البي اوف تاو. اوكي فده مثلا شكل اللي هيطلع في الديلي باور سبيكترم. في حلقه في باث عالي وبينزل وبعدين باث ثاني وبعدين بينزل وبعدين باث ثالث وبعدين يمكن باث رابع وباث خامس. اوكي ماشي وبعدين هنا بقول ده في الاخر الميجرمنت فيها نويز ما مش بقيسش الحاجات بالظبط فاقول في الاخر اللي تحت فيشن معين ده نويز اصلا فالشانل بتخلص. فده اول حاجه اول ديلي بشوفه وده اخر ديلي. وبعدين الديلي سبريد بحسبه هو بالاكسبريشن ده. الديلي سبريد هو هنا الديفينيشن بتاعه هو الروت مين سكوير بتاع الباث الروت مين سكوير بتاع الديفرنت ديليز ماشي طبعا افريج بالباور ديلي سبريد. فبحسب الاول افريج ديلي سبريد بحسب الافريج ديلي سبريد تاني ويت بالسبيكتروم واخد ده اعوض بيه هناك اجيب الديلي سبريد بتاعه الشانل بتاعتي روت مين سكوير ديلي سبريد. اوكي لما احسب روت مين سكوير ديلي سبريد بقول ان الكوهيرنس باندويث هو 1 على 5 ال تي ام وده اكسبريشن يعني ما هوش دقيق قوي بس يعني ينفع يعني. اوكي فاكرين من شويه كنا قلنا الديلي سبريد بيأثر في قد ايه اتحرك في الفريكونسي عشان الشانل تتغير او ما تتغيرش. لما كنا بنقول عندنا تو باس جايين عليا وانا ثابت وقلنا ان احنا لقينا 2 باي اف في 2 باي تي في التايم ديفرنس بين التو باس وقلنا التايم ديفرنس بين التو باس بيأثر على الكوهيرنس بانيت. فده الاكسبريشن اللي ممكن يستخدم في ان انا اقول ان الديلي سبريد بتاع الشانل لو تي ام يبقى الكوهيرنس باندويث 1 على 5 تي ام. قصدنا ايه بالكوهيرنس باندويث؟ within this range of frequencies مفيش تغيير قوي في الشانل. بعديها بيحصل تغيير. طبعا خدوا بالكم ده برده مش دقيق قوي لان الدنيا بتتغير ببطء هي مش 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 كانت ثابته وبعدين اتغيرت فجاه. اوكي؟ ولكن بنقول يعني التغيير بعد بي سي بيبقى كفايه نقول ان حصل تغيير. within بي سي مش كفايه قوي. دي كلها برضو approximations يعني. ماشي فالكوهيرنت باندويث معناها ان لو تو ساينوسويدز الفريكونسي سبريشن بتاعهم اكبر من بي سي هيبقوا الشانل بتاعت المختلفين عن بعض. ولو within the بي سي ممكن نعتبر الشانل كونستنت فنقدر نعتبر فلات فيدنج يعني مفيش تغيير في الفريكونسي يبقى مش محتاجين مفيش انتر سيمبل انترفيرنس عند الريسيفر لو بنبعت within بي سي. طيب تاني بقى اهم حاجه قلناها النهارده هي حكايه
التايم فارينج امبلس ريسبونس ده اللي عايزكم تطلعوا بيه يعني. التايم فارينج امبلس ريسبونس الوايرلس شانل الامبلس ريسبونس بتاعها ما هواش تايم انفاريانت، بتتغير مع الوقت. احنا متعودين على التايم فارينج انفاريانت امبلس ريسبونس ان الامبلس ريسبونس ثابت في اي وقت. هدخل دلتا على الفلتر النهارده الاوتبوت هيطلع هو نفسه لو دخلتها بكره. اوكي ده التايم انفاريانت. التايم فارينج معناها لو دخلت دلتا عند تي نوت هيطلع لي الاوتبوت ده، ولكن لو دخلت دلتا بعديها بشويه هيطلع لي الاوتبوت ده المختلف، وهكذا وهكذا وهكذا. كل ما دخل دلتا عند وقت معين الاوتبوت هيختلف حسب قيمه الشانل ساعتها بسبب الحركه في الانفايرمنت. لسه انتوا عايزين تعملوا ايه؟ بقول لي خلاص يا يبقى الامبلس اللي داخل الامبلس اللي داخل عند تي نوت هيشوف الشانل دي، اللي داخل عند تي 1 هيشوف الشانل دي، وهكذا وهكذا. فالشانل بتتغير مع الوقت، وساعتها لازم نعرف نعمل الكونفولوشن فنفهم ان اتش اوف تي تاو تي دي معناها الريسبونس اوف ذا شانل ات تايم تي تو ان امبلس داخل قبليها بتاو، فا اتش اوف بوينت 1 و 1 ده الريسبونس اوف ذا شانل اللي هيطلع عن تايم واحد للدلتا دخلت عن تايم بوينت 9 وهكذا. افكار فيها شويه دي لغايه ما تفهموا جت منين، وبعدين نعرف نعمل الكونفولوشن ما بين السيجنال وما بين الشانل زي ما شفنا في الاكزامبل اللي خدناه، برضو بصوا عليه تاني وتاكدوا انكم بتعرفوا تعملوه. وبعدين بقى نطلع من الشانل دي او من الكذا شانل دول شويه ميجرز نقيس بيهم الشانل ستاتستيكلي بقى. اوكي في اول ميجر قسناه هو الباور ديلي سبيكتروم، ومنه طلعنا الديلي سبريد والكوهيرنس سبريد، لان في الاخر انا يهمني وانا بديزاين السيستم لما حد يجي ديزاين السيستم يهمه يعرف الشانل موديل اللي بيتعامل معاه ده السيجنال بتتغير الشانل بتتغير كل قد ايه والفريكونسي ريسبونس بيتغير كل قد ايه. لان في كذا حاجه لو بعمل سنجل كارير اللي هو زي اللي انت خدته السنه اللي فاتت كيو بي اس كي ستاشر كوام الحاجات العاديه دي بضربها في كارير وابعتها، هلاقي ان السيجنال اللي ببعتها مضروبه زي ما رسمت من شويه فريكونسي ريسبونس مش فلات، فده بيؤدي الى انتر سيمبل انترفيرنس في الريسيفر، فلازم اعمل حاجه اسمها ايكوالايزيشنز عشان افك الانتر سيمبل انترفيرنس ده. الاوف دي ام اللي بندرسه كل ده بنقدمه يعني كل ده بنحضر ليه يعني احد ميزاته الكبرى ان احنا بنقسم الشانل فريكونسي باند صغيره جدا وبنبعد على كل فريكونسي باند لوحده بحيث نقدر نعتبر كل فريكونسي باند فلات فما نحتاجش ايكواليزيشن. صحيح باعتين كذا سيجنال ان بارلل هو ده الكومبلكستي بقى، ولكن في الاخر مش بنحتاج ايكواليزيشن. فدي دايما الخناقه ما بين السنجل كارير والاو اف دي ام، احسن اعمل سنجل كارير وايكوالايز ولا احسن ابعت شانل ان بارلل كده كل شانل كل سيجنال على فريكونسي نارو باند واضحك وما اعملش ما احتاجش ايكواليزيشن. امتى نعرف منين محتاجين ايكواليزيشن ولا لا؟ من الاستاتستيكال ميجرز دي زي الكوهيرنس باند. اوكي نشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله.